الله يجزاه خير، اللي هي تصدق عن صاحب الإجابة في وقت مضيلف 10 ريال يومية. والعشرة يومي الثانية والعشرة الثانية والعشرة الثانية حقت عن الناس كلهم، عن الناس الأحياء والأموات اللي ما يستطيع. أيوة. والعشرة الثالثة والعشرة الثالثة عني وعن أحبابي في المجلس وفي من أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، تكون 13 كل يوم. وأنت أبو راشد انتهت المسابقة حقك بعد أمس والله أمس قبل أمس بالليل. الله يشتكوا لي ناس يقولون ما فزنا، أبو راشد مصعب الأسئلة ما في ولا سؤال. على فكرة ما في سؤال يعني عشان لا يخربطون عليك، ما في ولا سؤال أصلا. لا بس واحد لازم يفوز، مسألة نشر السنة في واحد لازم يفوز. إيه لازم يفوز. ما عن طريقي ولا عن الله يجزاك ولو على الجوائز اللي قدمتها بعد لسه ما بنسحب للجوائز. كان عندي مسابقة عندي في السناب، الفائز الأول طقم ذهب ويوم في شاليهات عيوش مجانا ما شاء الله، والثاني 500 ريال مع يوم واحد من المتابعين عيوش. واحد والله نساء كل اللي فاز الظاهر والله حريف. ولا عرف هذا ولا واحد يا ابو محمد. ولا واحد. اجل صارت الاسئله نسويه، ذلك ما اقدر يجاوب الرجل. ما في اسئله يا ابو محمد، انت وش وجل يا رب تركز معي يا ابو محمد. ما في ولا سؤال، ما في سؤال. هي اكثر واحد يقول ما عرفنا السناب. عارفين عاد شو سوي ما عنده هو يمكن. فهذا رجل بالعكس، هل ما في اسئله؟ ما يحتاج يبحث في جوجل ولا حط سؤال في سؤال او صديق من ايام الطفوله الا اتصل علي امس. ايه؟ محمد النوح. ايه نعم. الله يشفيه ويعافيه. امين. قلت ابد اذا ما هذا انا تفوز من عندي انا. يقول ما فاز، يقول ما فزت وبناته ما فازوا. يا عمري يا عمري. قلت ابد، فان شاء الله محمد لانك من الفائزين تفوز بيوم في الشاليه. ابو محمد يستاهل، يستاهل هديه مني له والله. تمام. شاليه يوم مجاني. تمام. والله يا ابو محمد جتني رسائل تكفى فوزني، ما عمري فزت، شو اسوي؟ اللي ارسلوا لي 1000 واحد تكفى فوزني. والله العظيم يا اخي انا ترى والله لا ابو راشد يضيق صدري لا احد ارسل. المسابقه الجايه يا ابو راشد انا بعطي بعد خطه حتى يفوز اللي ما فاز يفوز. يلا هذا يعني 1000 واحد والله الفوز ليس بالجوائز. وهذا بحر وصل ما شاء الله، وصل بحر ان شاء الله ولا ما شاء الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اللي مهر عربي سم اجل يا اخي توسط لنا عند المخرج، خليه يمد لنا بعد الاذان شوي. ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز فازت وحده عندي ما ادري واحد. سلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. لا يطلع له صوت، لا يطلع له صوت عشان ما يهيجه. ايه بدون صوت. الله اكبر اعظم من كل شيء. الله اكبر. الله اكبر. خلينا نسمع ابو عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله. للظروف احكام. ما شاء الله. اي والله. لكن الخيل العربية الله أعطاها الجسارة وأصحابها، لابد من خير. نفتح الباب، نفتح الباب في السوم. لكن نسمع الأذان، نسمع الأذان. خمس آلاف قبل الأذان. نسمع الأذان. الأذان أذان أبو محمد بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.